دكتور محمد النادي، ليه عندنا حالات الوفيات عالية؟ بنتكلم في 60 آخر إحصائية امبارح. خليني يا أستاذ عزة بس الأول أوضح إن 60 من إجمالي عدد حالات كام؟ هل هو المسجل والمعلن رسميا أم أنه العدد الكلي؟ بمعنى حضرتك إحنا دلوقتي في عندنا قطاع طبي بيشيله الجهات الخاصة، العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة، نعم، والعيانين اللي بتعمل المسحة وبتروح تتعالج في بيتها، نعم، بعد كده تتعب وتخش المستشفى. أي. أنا النهاردة بالنسبة للألفين الحالات اللي حضرتك بتعلن عنها وزارة الصحة يوميا، 2100 2200 1800، دي مش أعداد حقيقية وكلنا نعلم ذلك. وده مش بسبب إن إحنا بنتعمد الكذب، لأ، لكن ده بسبب إن إحنا في عندنا قطاع خاص غير معلن عنه بصورة جيدة وما بيسمعش العدد بتاعه في وزارة الصحة. وبالتالي كل ما كان عدد الإصابات كبير من الطبيعي تماما إن يكون عدد الوفيات كمان كبير. ليه؟ لأن أنا بأثر على قطاع أكبر من الشعب، والقطاع دوت هيبقى فيه المريض بتاع السكر والمريض بتاع السمنة والمريض اللي زارع والمريض اللي بياخد علاج كيماوي، وبالتالي لابد إن تنتج وفيات وبصورة أعلى عن الأعداد اللي هي بتسجل كإصابات يومية. نعم، يعني معنى الكلام إنه ممكن يكون الوفيات أكتر؟ ما لا، أنا عدد الحالات اللي بيتم تسجيلها أكتر، وبناء عليه ده يفسر ليه عندي عدد الوفيات عالي بهذه الصورة. تمام. طيب دكتور محمد، كتير قوي بيلتزموا بالإجراءات الاحترازية، بيلتزموا بالعزل الفترات اللي حضراتكم بتقولوا عليها، لكن بعد ما بيخف حتى ويطلع بوزيتيف بتلاقيه عنده مازال في بعض الآثار. وكنت الأول مرة أو يعني من اللي ما كانش منتشر قوي فكرة أعراض متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا. تمام. قول لي بقى حضرتك إيه الموضوع ده ونقول للناس إيه. حضرتك بتثير نقطة هامة بتخص الإنسان بعد التعافي، إن هو بيشعر بعض المرضى مش كلهم طبعا، اللي بتتراوح من 10-15% اللي هم بيجي لهم اللي هي متلازمة ما بعد الكورونا زي ما حضرتك تفضلتي مشكورة وأشارتي. والمتلازمة دي مش مرض جديد، احنا دايما بنقول بعد الالتهابات الفيروسية التوابع في عندنا أعراض مستمرة. الأعراض دي زي ايه؟ زي الإرهاق العام، عدم الشعور براحة في النفس، أحيانا بيبقى فيه صداع، أحيانا بيبقى فيه شوية سخونية، أو وجع في ألم في الجسم. بالظبط كده. فإحنا بنقول وبنطمن إن دي أعراض متوقعة اسمها متلازمة ما بعد الكورونا، بنتعامل معاها عن طريق إن إحنا بناخد الباراسيتامول أو البنادول أو أي مسكن بنستريح، بناكل كويس، بنشرب كويس، بنعمل نوع من الطمأنينة إن إحنا بنقول إن دي أعراض متوقعة وبتزول تدريجيا شيئا فشيئا. لكن اذا كان في بعض الاعراض الخطيره مثلا زي سرعه ضربات القلب وعدم انتظامها، بننصح ان احنا لازم نتوجه الى طبيب القلب. طنين في الاذن مستمر ولا يتحسن، يبقى لازم دكتور انف واذن يبص علينا. صداع مستمر غير مستجيب للمسكنات، يبقى لازم يكون في معايا دكتور اعصاب. لكن غالبا ما بتكون هذه الاعراض بسيطه ومؤقته، وفي خلال 3 أسابيع بتختفي وبمسكنات بسيطه جدا. تمام، يبقى الحالات اللي حضرتك قلتها، لان ده كلام في غايه الاهميه وشكوى الناس واحنا الحقيقه كاعلام ما انتبهناش ان احنا نغطي الجزئيه دي قبل كده، الا لما انا قريت على فكره متلازمه كورونا. انا بعد كمان عايز اقول لحضرتك على معلومه مهمه، ان احنا دلوقتي ابتدينا نفتح عيادات في المستشفيات الجامعيه، وهيبقى في توصيه في مستشفيات وزاره الصحه ان احنا نعمل حاجه اسمها عياده ما بعد الكورونا. يعني المريض اللي هو جاله الكورونا وخف، ده مريض هيفضل يعاني من بعض الاعراض، دول هيبقى ليهم عيادات خاصه هتستقبلهم وتسمع منهم وتوصف لهم العلاج وتوجههم للاماكن السليمه اللي المفروض ياخدوا فيها الادويه بتاعتهم. هايل، بداتوا ده بالفعل يا دكتور ولا لسه؟ ده بداناه في المستشفيات الجامعيه، وان شاء الله هتتم التوصيه دي ان هو يعمم في المستشفيات الخاصه بوزاره الصحه. ده كلام في غاية الأهمية ويطمن الناس. الثلاث أسابيع اللي حضرتك قلت عليهم دكتور محمد النادي، دول بعد الشفاء يتعدوا بعد التعافي بعد التعافي.